عم بعمل انا هالفيديو هيدا لان كان انفقدوا الملفات من جهاز الدل. فالمهم انه بل بس عملني له باك اب، انفقدت كل شيء. عدت اشتغلت عليها عده ايام لحتى قدرت توصلت انه اقدر اتواصل مع شركه مايكروسوفت، وقدرت انه اقدر فوت على الجهاز الكمبيوتر تبعي. فالمهم انه الان بس دوي الكمبيوتر بده يجي واحد يحط كلمه السر، وما فيش الا تحيشي لهالشيء هيدا يعني. فالمهم انه حطينا كلمه سر جديده ودرنا فتنا. فطبعا في إيش برامج كانت رايحة، حطيت أنا برنامج اللي هي الكروم، هيدا الكروم هوني، وبيعود البرنامج التاني حطيته اللي هو ريال بلاير. بس ريال بلاير بقاش في إلى اسم ريال بلاير، اسمها صار ريال. لشوف إذا موجود. إيه هوني، هيدي هوني محطوطة ريال بلاير فايلز يعني. بس المهم حملتها لحتى يصير اقدر حمل فيديوهات، بس مش دايما الدام ببين لي بتعطيني العلام اقدر حمل فيديوهات. المهم اتوصلت انه حملت فيديو، بس حملت فيديو طبعا من بعد ما خلصت نزلتها لتحت هوني مطرح ما حطوط السهم. فعدت قعدت فتش انا على الملف لاعرف وين هو، ما كنتش اقدر اطلع. طلعت بيناتهم هودي كلهم سوا ما قدرتش. عدت اطلعت مثلا في عندي هوني داونلود شورت كات، كمان قعدت اطلع يعني اشياء ببقى محملها محطوطه هوني. عدت اطلعنا هوني مطرح ما محطوط داونلود، بين لي هوني كمان. قعدت اطلع فيها واطلع اطلع ما كنتش اقدر لاقيها يعني. عدت بالاخر قلت خليني افتح اللايبراري تبع بالريل بلاير، وبينوا لي الملفات. عديتهم طلعوا حركه كبير كتيري اللي هو قريب ال 483 ملف ومحطوط هوني. فبلشت اجر فيهم، اخذتني كذا ساعه لقدرت جريتهم وسويتهم. وهلا هودي بدي ياخذوا معي عده ساعات لحتى اقدر افتح مع ملفات خصوصي لهم وجرهم يعني وشيلهم. وبعود طبعا بدي اعود شيلهم وارجع حطهم بهارد درايف خارجي. الهارد درايف خارجي عندي عدة وحدات، في عندي هايدي بساعة، في عندي وحدة هارد درايف هايدي كمان ماركة توشيبا بقدر بيجي بحطها، وفي هوني وحدة هايدي وحدة تالتي هوني، وفي عندي سبعة تنين يعني كمان. طيب هيدا اللي حبينا نفرجيكم عليها.